طيب، فإحنا المفروض في المحاضرة اللي كانت موجودة على مايكروسوفت ستريم كنا بنتكلم على موضوعين. أول موضوع هو الانفرس زد ترانسفورم، والموضوع التاني هي خواص الزد ترانسفورم. انتوا كده شايفين السلايدز معايا يا شباب ولا ايه؟ تمام 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 يا دكتور. تمام. فالانفرس زد ترانسفورم زي ما قلنا قبل كده، الاوبجكتيف بتاعه ان احنا نبدا باكس اوف زد وريجن اوف كونفرجنس، ونحاول نجيب منها السيكونس في التايم اكس اوف ان. ده الاوبجكتيف. يعني احنا في اللي قبل كده اتعلمنا نحسب الزد ترانسفورم، اللي هو يبقى عندنا السيكونس اكس اوف ان ومنه نجيب الزد ترانسفورم والار او سي. النهارده عايزين نعمل العكس. الفكرة ببساطة، القانون بتاع أو الفورمال ديفينيشن بتاع الانفرس ترانسفورم هو شكله غريب كده، هو تكامل بالنسبة لزد، زد كومبلكس فاريبل، فده اسمه كومبلكس انتجريشن، بيتعمل على كلوزد كونتور في الكومبلكس دومين، حساباته سخيفة شوية، بيتعمل بحاجة اسمها ريزيديو ميثود. لكن احنا لحسن الحظ يعني most practical cases مش هنحتاج نستخدم القانون ده. For most practical cases اللي هي بينفع نعمل لها implementation، الوضع بيبقى أسهل بكتير، ففي طرق أبسط من إن إحنا نستخدم الإيه؟ الـ definition ده. إيه الطرق الأبسط دي؟ أو إيه الوضع الأسهل دوت؟ الـ practical cases اللي عندنا إن x of z شكلها بتبقى دايماً rational function. يعني إيه rational function؟ يعني ratio between two polynomials. يعني إيه ratio between two polynomials؟ يعني زي الاكزامبل اللي كنا لسه عاملينه من شويه، كانت اكس اوف زد 1 زائد زد اس ناقص 1 على بولينوميال تحت تانية في زد اس ناقص 1 برضه، دي اسمها راشونال فانكشن. فلما تبقى اكس اوف زد راشونال فانكشن في طرق سهله للتعامل. ايه الطرق ديت؟ اول طريقه ان احنا لو عملنا اكسبانشن لاكس اوف زد انتو ا سيريس او سميشن اوف زد وزد ماينس 1، وده ممكن نعمله عن طريق اللونج ديفيجن. لو عرفنا نكتب x of z كسميشن اوف terms z وz ناقص 1، زي اكزامبل عملناه في اخر المحاضره اتقابلنا فيها. لو حد كان بيكتب ورايا x of z مثلا بتساوي 1 زائد z اس ناقص 1 زائد z اس ناقص 2، دي الانفرس بتاعها نجيبه ازاي يا شباب؟ حد يعرف يساعدني في الحكايه ديت؟ محدش ذاكر اخر محاضره اتقابلنا فيها؟ طيب ممكن ال question تاني؟ حاضر، خليني احاول اكتبه على الوايت بورد اللي هنا ديت. هي دي اللي كان فيها partial fractions؟ ما هو ال partial fractions هي الخطوة التانية. فهو أول خطوة لو احنا نجحنا نكتب h x of z ك summation of terms of z and z minus 1، ساعتها بينفع نعمل الانفرس على طول. يعني ما اعرفش هي الوايت بورد بطيئه قوي هنا. طيب مش مهم قوي الوايت بورد. فأول طريقة لو احنا عرفنا نكتب x of z كترمات فيها z وz أس ناقص 1 وz أس ناقص 2 وz أس ناقص 3، الانفرس بتاعها سهل، لأن احنا في الجدول اللي عملناه من المحاضرات اللي فاتت كان عارفين إن z أس ناقص n الانفرس بتاعها هو إيه؟ دلتا أوف n ناقص n نود، مش كده؟ كويس. فلما عملنا z أس ناقص 2 مثلا هي دلتا أوف n ناقص 2، فالانفرس يبقى سهل. وهنوصل للمنظر ده عن طريق اللونج ديفيجن. الحاجة التانية هي لو نجحنا إن إحنا نكتب x of z بشكل ال partial fraction اللي هي أقواس عاملة كده constant على 1 ناقص ال pool زد أس ناقص 1، فلو نجحنا نعمل ال partial fraction ديت ده نعرف نعمل له inverse برضه بالجدول بتاعنا اللي عملناه قبل كده. لو تفتكروا كان a أس n u أوف n inverse، كان الترانسفورم بتاعها 1 على 1 ناقص ال pool اللي هي ال a زد أس ناقص 1. هي اللونج ديفيجن او بارشال فراكشن دي كان ليها علاقه بالنيوميريتور والدينوميريتور، مين الباور بتاعها؟ بالظبط زي ما شرحنا المحاضره اللي فاتت. يعني الجزء ده كله احنا قلناه المحاضره اخر محاضره اتقابلنا فيها، فانا بعيده تاني بسرعه بس. تمام؟ كويس. سيبكم من السلايد دي مش مشكله. 31
يبقى عشان نلخص الموضوع عشان نعرف نعمل الـ inverse transform هنعمل الآتي. أول سؤال، لو x of z بتاعتنا rational function يعني ratio between two polynomials، والـ rational function دي proper، يعني إيه proper rational function؟ يعني الـ order بتاعت الـ numerator أقل من الـ order بتاعت الـ denominator، ساعتها يبقى اسمه proper rational function. هتعمل إيه؟ partial fraction ونستخدم الـ lookup table. أما لو كان الـ rational function بتاعتنا improper، improper يعني الـ order بتاعت الـ numerator أكبر أو تساوي الـ order بتاعت الـ denominator، ساعتها هنعمل الأول long division وبعد كده نعمل partial fraction ونبص على الـ lookup table. طيب، وإشكال الـ partial fraction، لو الـ factor اللي في الـ denominator ax plus b، الـ partial fraction constant على ax plus b، لو ax plus b squared مثلا هيبقى a على ax plus b و a 2 على ax plus b squared، لو قص 3 هتلاقي فيه 3 ترمات وان سو اون. مش هنحتاج الجزء اللي تحت دوت اللي هي المعادله الكوادراتيك، لان في الاخر اي معادله ax square plus bx plus c هقدر اكتبها ك first order terms بالشكل ده، فهو هنحتاج بس اول اتنين دول. طيب example، احنا كنا ساعتها في اخر المحاضره اتقابلنا فيها نطينا كام اكزامبل وعملنا واحد كده في النص يعني، فانا هعدي على الاكزامبلز اللي ما قلناهاش في الاول واللي عملناها هعديه بسرعه. طيب بيقول لك ديترماين التايم دومين سيكونس اكس اوف ان اللي جيفن باي اللي ليه ترانسفورم بالمنظر ده. هنا لما تبص معايا تلاقي اكس اوف زد عباره عن راشونال فانكشن ريشيو بتوين تو بولينوميالز، 1 زائد زد اس ناقص 1 على واحد ناقص واحد ونص زائد نص زائد نص وهكذا، فدي اسمها rational function. فأول حاجة هي rational function. تاني حاجة الـ order بتاعة الـ polynomial اللي فوق كام؟ واحد أقل من تحت؟ الـ order فوق واحد والـ order تحت اتنين. لاحظ إن هنا الـ variable بتاعنا هو z minus one، يعني الـ variable بتاعنا هو مين؟ زد أس ناقص واحد على بعضه كده، فكأن هنا فوق زد أس ناقص واحد أس واحد فأعلى باور هي واحد، وهنا زد أس ناقص واحد أس اتنين فتبقى أعلى باور هي الاتنين. فدي proper rational function، يعني ممكن أعمل partial fraction على طول، يبقى 1 plus z minus 1 على، هنعمل بقى factorization للمقام دوت، واحد ناقص زد أس ناقص واحد في واحد ناقص نص زد أس ناقص واحد. كويس، لحد هنا في مشكلة يا شباب؟ تمام ماشي الحكاية. لو حد عنده مشكلة أو أسئلة يوقفني ويسألني لو سمحت. تمام. طيب، وطبعا هنا واضح في مشكلة، إيه المشكلة؟ إن الـ ROC مش given، يعني الـ زي ما اتفقنا عشان نعمل الـ inverse transform إحنا محتاجين حاجتين، محتاجين الـ X of Z ومحتاجين الـ region of convergence. فهنا الـ ROC مش given فمحتاجين نعمل ايه؟ نحل for all possible region of convergence. فلما نبص كده على الـ X of Z بتاعتنا هتلاقي فيها كام pool؟ فيها 2 pools، بما ان هي تحت في الـ denominator second order يبقى في دايما 2 pools. اول pool مكانها فين؟ عند الواحد. والpool التانية مكانها فين؟ عند النص. مظبوط، احنا اتفقنا مع بعض قبل كده ان البول هو الرقم اللي مضروب في زد اس ناقص واحد، يعني لما يبقى عندك شكل واحد ناقص كونستنت في زد اس ناقص واحد، الكونستنت ده هو البول بتاعنا، زي a اس ان u اوف ان الترانسفورم بتاعها واحد على واحد ناقص a زد ناقص واحد، وايه هي البول في الاكزامبلز الاولانيه اللي عملناها خالص. فواضح من هنا ان في 2 بولز عند الواحد وعند النص، ومن هنا يبان ان في ثلاثه possible region of convergence، يا اما نبقى جوه الدايره نص قطرها نص، وده يدينا سيكونس عامل ازاي في التايم؟ سيكونس يكون left sided مش كده، او نكون ال ROC بره الدايره نص قطرها واحد وده يعمل لنا سيكونس يكون right sided، او ما بين الدايرتين واحد ونص وده يدينا سيكونس يكون two sided،
وهم دول التلاتة possible region of convergence اللي هنحل فيهم ونطلع تلاتة possible sequences في التايم دومين. طيب يبقى دلوقتي بقى محتاجين نعمل ايه؟ نكتب ال x of z دي ك partial fraction. فتتكتب ازاي؟ هتبقى constant على واحد ناقص z أس ناقص واحد على constant زائد constant على واحد ناقص نص z أس ناقص واحد، حاجة زي كده. طيب هنحسب الكونستانت ايه واحد وايه اتنين ازاي يا شباب؟ زي ما عملنا من شويه، هنضرب الطرفين دول في المقام كله، فلما اضرب في المقام اللي تحت دوت يتفضل هنا كام؟ 1 بلس زد ماينس 1. هنا هيتفضل a1 في 1 ناقص نص زد اس ناقص 1، وهنا هيتفضل a2 في 1 ناقص نص 1 ناقص زد اس ناقص 1. فلما تحسب هيطلع معاك ال a1 ب4 وال a2 بناقص 3. وكده يبقى احنا جاهزين نعمل الانفرس بتاعنا. بص بقى، لو هنحل في region of convergence الاولانيه اللي هي موديل الزد اصغر من نص، اصغر من نص يبقى احنا جوه الدايره دي، مش كده يا شباب؟ تمام. يبقى الترمين اللي عندنا هيبصوا ناحيه الشمال، هيبقوا ليفت سايد، صح كده؟ تمام. فبالتالي هيبقى عندنا هنا في الأربعة ده كونستنت ينزل زي ما هو، واحد على واحد ناقص زد أس ناقص واحد في الـ ROC دي. هنا البول مكانها فين في الترم دوت؟ عند الواحد. بما إننا عايزين الـ left sided sequence يبقى هاخد واحد أس N في كام؟ في U في ناقص N ناقص واحد. وطبعا في إشارة بره، كنا في الجدول اللي عملناه قبل كده الـ left sided sequence جنبه إشارة دايما. بعد كده ادي ناقص 3، هنا البول فين؟ عند النص، يبقى نص اس ان يو في ناقص ان ناقص واحد. واخترنا الليفت سايدد سيكونس ليه؟ عشان احنا بنحل هنا الار او سي اللي باصه لجوه، اللي باصه انورد. كويس، الناس معايا ولا انا حاسس الناس كلها نايمه ولا ايه؟ لا تمام مع حضرتك. تمام. نحل في region of convergence التانية اللي هي ما بين نص وما بين واحد، اللي هي تدينا المفروض ايه يا شباب؟ تدينا two-sided sequence. فالترم الاولاني دوت البول بتاعته فين؟ عند الواحد. فلما تيجي تبص على البول بتاعت رقم واحد ديت، هتلاقي ال ROC اللي بنحل بالنسبة لها دلوقتي بصل فين؟ inward. لا ال inward، انت لما تقف عند البول رقم واحد وانت بتحل في الار او سي ديت اللي هي ما بين دايرتين، فلما بالنسبه للبول اللي هي عند الواحد الار او سي داخله لجوه، مش كده؟ فبالتالي اخد السيكونس الليفت سايدد، يبقى هنا عند البول اللي هي عند الواحد اخد واحد اس ان يو اوف ناقص ان ناقص واحد. اما هنا البول اللي عند النص، لو رجعنا للرسمه ورا، البول اللي عند النص ال R و C بالنسبة لها بصل فين؟ بصل بره going outward، مش كده يا شباب؟ يبقى ناخد ال right side sequence اللي هو نص أس N U of N، ويطلع فعلا ال sequence بتاعنا two sided، في منه حتة right sided وحتة منه left sided. آخر region of convergence هي لما يبقى model زد أكبر من الواحد، ودي ساعتها ROC going outward، وبالتالي اختار السيكونسز كلها right side. هنا هيبقى واحد اس ان يو اوف ان، وهنا نص اس ان يو اوف ان. كويس، اي اسئله يا شباب؟ تمام يا دكتور، مفيش اسئله. تمام، كلام واضح ولا تحب اعيد حاجه اقول حاجه تاني؟ الجدول نسيه شويه. طب ما انت مش بتكتب ورايا؟ لو بتكتب ورايا طلع. نعم؟ انا مش سامعك. لو انت بتكتب ورايا طلع الجدول قصادك، انا صعب اكتبه كله دلوقتي. طب دكتور معلش، ها اتفضل. بالنسبه للفلترز والحاجات اللي المفروض ناخدها في اللاب، كنا ناخدها في اللاب وهنشتغل نعمل عليها ميني بروجكت، هيحصل فيها ايه؟ المفروض ان باشمهندس عفاف هتسجل لكم اللاب سيشنز على الماتلاب وهتبعتها لكم على المايكروسوفت ستريم، زي ما هي سجلت المفروض التوتوريال وحطيتها على الستريم برضه. اللاب
عشان هو على الماك لا، فهيبقى حظنا حلو ان احنا هينفع نعمل السيشنز ديت، هيسجلها لكم وبرضه تتقابلوا معاها في نفس ميعاد اللاب وتتناقشوا معاها في اللي هي كتبت. طيب بالنسبه اللي هو الثيري بتاع الفلترز اللي هو احنا المفروض ناخده، لا بص بص خطوه خطوه، دلوقتي احنا بنتكلم على ضد الترانسفورم، المحاضره بتاعتنا اللي فيها مشكله يعني، لا لو الموضوع امتد والاجازه طولت هنكمل في موضوع الاونلاين ده، هننزل المحاضرات على مايكروسوفت ستريم وهنتقابل في ميعاد المحاضره زي دلوقتي نتناقش. فدي دي القاعده الجنرال يعني، لو لو الموضوع طول عن اسبوعين هنستمر بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين عليها. دكتور كده معناه ان اللابس يعني ما بقاش فيه بروجكت؟ لا ما هو البروجكت موجود وهيبقى سبميتد في الاخر، لكن المجلس الاعلى للجامعات المفروض ان هو اجتمع يوم السبت اللي فات وقال ان لو الاجازه طولت عن اسبوعين هيضم درجات اعمال السنه على امتحان الفاينل. تمام، بس هل الكلام ده للجامعات الحكوميه فقط ولا للجامعات الخاصه؟ انا ما اعرفش التفاصيل، فهيبان يعني الامور هتبان شويه بشويه، فاحنا نشتغل نتعلم نعمل الجزء اللي علينا والباقي ربنا يعمل فيه الصالح. تمام جميل. طيب نرجع لموضوعنا، فالاكزامبل اللي عملناه ده فيه مشكله يا شباب؟ في حاجه غامضه؟ لا تمام يا دكتور. طبعا انا محتاج من حضراتكم بعد ما نخلص تقعدوا تحلوا بايديكم، وطبعا وجود السبوره مشكله، مفيش هنا سبوره فدي مشكله، فانا عايزك لما تخلص المحاضره تقعد تحل بايدك، لما تحل بايدك هيبان انت فاهم ولا مش فاهم. تمام تمام ماشي تمام. نبتدي الاكزامبل اللي بعديه، بيقول لك ديترماين الكوزال سيكونس اكس اوف ان للزد ترانس للاكس وزد، هي عامله كده، فبرضه اكس اوف زد دي عباره عن راشونال فانكشن ratio between two polynomials، هنا polynomial of order 1 هنا polynomial of order 2، فدي تعتبر ايه؟ proper rational function. كويس، فيبقى هنعمل ايه على طول؟ هنعمل ال partial fraction، يبقى هنعمل factorization للمقام، واحد ناقص البول الأولانية زد أس ناقص واحد في واحد ناقص البول التاني زد أس ناقص واحد. الفرق بس هنا انك لو حاولت تفاكتورايز المقام هيطلع معاك البولز complex، هيطلع معاك البولز ايه؟ كومبلكس. فنحلهم ازاي البولز الكومبلكس؟ ممكن بالحزمه، ممكن بالمعادله بتاعت الروتس بتاعت المعادله الكوادراتيك اللي هي 1 على 2 a ناقص b بلس ماينس سكوير روت b سكوير ناقص 4 ac. عارفينها المعادله دي مش عارفينها؟ عارفينها كويس، هي بس الخدعه اللي في السؤال دوت خلينا نعملها معاك على السبوره، هي كالاتي: البولينوميا اللي تحت عاملة ازاي؟ واحد ناقص زد أس ناقص واحد زائد نص زد أس ناقص اتنين، مش كده؟ خليني كده افتح البورد ونشوف ايه الأخبار. تمام، فاحنا عندنا بولينوميا الواحد تمام، فهي المفروض ان هي شكلها عامل كده، واحد زائد واحد ناقص زد نص ناقص واحد زائد نص زد نص ناقص اتنين. طيب فدلوقتي فين ال A وال B وال C؟ يعني انت حسب لما تيجي تحل هتدخل A و B و C مش كده؟ تفتكروا فين ال A وال B وال C؟ انا شفت طبعا الفيديو ففهمت ان حضرتك لسه هتضرب زد باور 2. كويس، بصوا لو احنا اخدنا ال A هي اللي بنص وخدنا ال B هي اللي بناقص واحد واخدنا السي هي اللي بواحد، فالآلة الحاسبة هتعتبر ان هي عندها معادلة اسمها ايه؟ نص اكس سكويرد ناقص اكس زائد واحد تساوي صفر، فالآلة الحاسبة هتجيب لك قيم اكس اللي تخلي المعادلة دي بصفر، اللي هي قيم مين؟
زد أس ناقص واحد. لكن البولز تعرفها هي قيم زد اللي تخلي المعادلة دي بصفر. فلو احنا بندور على قيم زد اللي تخلي المعادلة دي بصفر يبقى لازم احولها الى بولينوميال في زد. فحضرب المعادلة كلها في زد سكوير. هتبقى المعادلة زد سكوير ناقص زد زائد نص. وساعتها هتبقى الـ A هي اللي بواحد والـ B هي اللي بناقص واحد والـ C هي اللي بنص. ولما تعمل ده يبقى انت بتجيب قيم Z اللي تخلي المعادلة دي بصفر. فلما تيجي تبص كده انا عايزكم تجربوا دي على الآلة الحاسبة لما تخلصوا المحرر دلوقتي. هيطلع معاك سؤال. هو الموضوع ان احنا نقلب يعني نضرب في اعلى باور علشان نحطها على الكالكوليتر دوت على طول صح؟ يعني ايه على طول؟ يعني مش عشان انا عندي بولز او يعني كومبلكس او حاجه. لا ما ينفع في اي حاله. يعني ينفع لو البولز حتى مش كومبلكس مظبوط. لو انت الحاسبه لازم تعملي الحكايه دي تخليها بولينوميال في زد وتدخلي الاي والبي والسي اكوردنج بعد ما تبقى في زد مش زد ناقص واحد. تمام. فيطلع معانا البولز بي 1 وبي 2 هما كومبلكس كونجوجيت لبعض نص في واحد زائد جي ونص في واحد ناقص جي. طيب لو تفتكروا كان في اكزامبل عملناه في المحاضرات اللي فاتت كان طلع معانا فيه كومبلكس كونجوجيت بول. الاكزامبل ده كان السيكونس في التايم دومين عباره عن كان كوزاين ويف. فدايما لما يبقى في التايم دومين كوزاين او ساين بيطلع في الزد دومين كومبلكس بولز. طيب هنحسب بقى البارشال فراكشن ازاي؟ عادي هنكتب كونستانت على واحد ناقص البول زد ناقص واحد زائد كونستانت تاني على واحد ناقص البول زد اس ناقص واحد. فهنحسب بقى الكونستنتس ازاي؟ بنفس الطريقه بالظبط اللي عملناها في الاكزامبل اللي فات. هنقول هنضرب في المقام ده كله يبقى 1 بلس زد ماينس 1 بيساوي اي 1 في القوس ده زائد اي 2 في القوس ده. وهيطلع معاك ان اي 1 واي 2 برضه يطلعوا كومبلكس كونجوجيت لبعض. يعني يطلع اي 2 هو اي 1 كونجوجيت. بعد كده يبقى الاكس اوف ان عامل ازاي؟ الار او سي اخبارها ايه؟ لو رجعنا لرأس السؤال هتلاقيه بيقول لك find the causal sequence. كلمة causal sequence معناها ان right sided sequence مش كده؟ معناها ان region of convergence going outward. فهو هنا ضمنيا اداني ال ROC. فبالتالي لما اجي احل ال ROC اللي هي ايه؟ going outward. طب going outward انا رايحة فين؟ ليه اكبر من البول؟ ما اتفقنا قبل كده ان دايما ال ROC تبدأ وتنتهي فين؟ عند البولز. طيب هنا البولز بتوعنا فين؟ P1 و P2. P1 و P2 complex conjugate لبعض. يبقى أنا عايز أختار إن modulus Z أكبر من modulus P1 وأكبر من modulus P2 مش كده؟ بس بما إنهم complex conjugate لبعض هيطلع إن modulus P1 بيساوي modulus P2. تعلمنا في الرياضة إن complex numbers الconjugate ليهم نفس الماجنتيود والفيز هو اللي فيه اشاره مش كده؟ فبالتالي يبقى ال ROC هي ان modulus Z اكبر من modulus P1 اللي اكبر واحد على جذر 2. طب جبناها منين؟ على جذر 2 جبناها منين ديت؟ لو هتاخد السكوير روت بتاع الريال بارت سكوير زائد الايماجينري بارت سكوير يعني ربع سكوير ربع زائد ربع اللي هو جذر نص واحد على جذر 2 يعني. وتبقى الـ x of n هي الـ constant الأولاني a1 في الـ pool p1n أس n u of n و2 الـ pool p2 أس n u of n. كويس لحد هنا في مشكلة يا شباب؟ شباب لحد هنا في مشكلة؟ تمام. كويس الجزء اللي جاي ده مش مهم قوي اللي هو فكرة بقى هنقعد نجمع الـ pools على بعض ونحطها بشكل الكوزين أو الساين ما يهمنيش. بمعنى في الامتحان لو جالك سؤال زي دوت وانت وصلت للمرحلة دي انك كتبت لي السيكونس صح والبولز صح والكونستانتس A1 و A2 صح انت اخدت معظم الدرجة او كل الدرجة.
التفاصيل اللي هنا دي محتاجة صبورة في الحقيقة عشان تتشرح كويس، فيعني فوتوها دلوقتي اللي هي سلايد 39 يعني كويس. لكن انت لو جبت لحد سلايد 38 this should be more than enough for me يعني كويس. let's move on للإكزامبل اللي بعد كده، وده اعتقد اللي احنا عملناه في اخر محاضرة اتقابلنا فيها صح كده يا شباب؟ اه عملناه دكتور. كويس، ده برضو determine sequence، فحاوله حاوله بسرعة تاني. فهنا ده rational function two polynomials، البولينوميال اللي فوق ليها order 2 واللي تحت ليها order 2، فالراشنال فانكشن دي تعتبر improper لان الاوردر فوق قد تحت. فimproper دي نتصرف فيها ازاي؟ اول خطوه نعمل ايه؟ long division، وبعد كده partial fraction، ودي عملناها في المحاضره، فعملناها طلعت ان هي result بواحد وكان remainder 5 ناقص 7 زد اس ناقص 1. فكده هنفاكتورايز المقام بتاعنا هنفاكتورايز المقام بتاعنا ونكتبها partial fraction، وبعد كده هنحل for all possible region of convergence. وهنا ايه هما ال possible region of convergence؟ هتلاقي ان انت عندك فيه كام pool هنا؟ 2، واحد عند الاثنين وواحد عند الواحد. فالبوسيبل ار او سيز يا اما اكبر من 2 يا اصغر من 1 يا ما بين 1 و2. لو اكبر من 2 يبقى انت عايز الرايت سايدد سيكونسز، لو اصغر من الواحد يبقى ليفت سايدد سيكونسز، ما بين 1 و2 يبقى انت عايز التو سايدد سيكونسز. وده اوريدي احنا عملناه المحاضره اللي فاتت، هل تحبوا اعيده تاني ولا انتوا فاكرين الحته ديت؟ شباب احنا الاكزامبل ده عملناه بالتفصيل في اخر محاضره قابلنا فيها، اعيده تاني ولا كده كفايه انا فكرتكم بسرعه؟ لا تمام يا دكتور. تمام، طيب ليتس موف اون بقى. كده احنا اتكلمنا على الانفرس زد ترانسفورم، وكده سو فار احنا شفنا زد ترانسفورم والانفرس بتاعه وريجن اوف كونفرجنس بنحسبها ازاي. الخطوه اللي جايه في الحقيقه نتكلم على البروبرتيز بتاعه الزد ترانسفورم، خواص زد ترانسفورم. اول خاصيه في الحقيقه اسمها اللينياريتي بروبرتي. ايه اللينياريتي ديت؟ الزد ترانسفورم از ا لينير ترانسفورم، بمعنى لو احنا نعرف سيكونس اكس 1 اوف ان ونعرف الترانسفورم بتاعه اكس 1 اوف زد ونعرف ان ليه ريجن اوف كونفرجنس ار اكس 1 وفي سيكونس اكس 2 اوف ان نعرف الترانسفورم بتاعه x2 of z والريجن اوف كونفرجن بتاعته ار اكس 2. فنيجي نقول لو عملنا لينير كومباينيشن اوف x1 اند x2، يعني a1 اللي هو كونستنت في x1 زائد a2 في x2، دي اسمها لينير كومباينيشن اوف x1 اند x2، وجينا نحسب لها ريجن اوف كونفرجنس اس جينا حسبنا لها زد ترانسفورم، يطلع ان هو a1 x1 of z زائد a2 x2 of z linear combination ل x1 of z و x2 of z برضو. وده احنا already عملناه في كذا example قبل كده، يعني الexample بتاع ال two sided sequence اللي كان فيه حتى right sided وحتى left sided، كان عملنا كده قسمنا السيكونس اللي عندنا وخدنا حتى ال left sided لوحدها حسبناها والحتى ال right sided لوحدها حسبناها وجمعناهم مع بعض، فاوريدي ده عملناه. والريجن اوف كونفرجنس الجديده اخبارها ايه؟ هي التقاطع الانترسكشن بتاع الاثنين ار او سيز، يعني لازم عشان السيكونس الجديد دوت يبقى ليه زد ترانسفورم لازم الار او سي بتاعت اكس 1 مع الار او سي بتاعت اكس 2 يتقاطعوا مع بعض، يكون ليهم انترسكشن، يكون في حته كومن في الزد دومين تخلي x1 of z converge وكمان x2 of z converge في نفس الحتة في نفس الريجن اللي هو الانترسكشن بتاع rx1 و rx2. كويس، وما الايه موضوع contains دي ال ROC contains الانترسكشن، او في الكتاب يكتبها at least الانترسكشن. الحكاية ان انت لما تيجي تعمل linear combination ل x1 of z و x2 of z بالمنظر ده وارد ان يحصل pool zero cancellation، زي برضو ما اتناقشنا في المحاضرة اخر مرة اتقابلنا فيها. فالpool zero cancellation وارد انه يلغي pool،
طب ايه اللي يحصل لما نلغي البول؟ مش احنا اتفقنا ان ال R و C بتبدأ وبتنتهي عند البولز؟ فاذا كان وارد ان في بول تتلغي، فوارد ان ال R و C جرالها ايه؟ توسع شوية. عشان كده بيقول لك ان ال R و C contains ال intersection او at least ال intersection بتاع RX1 و RX2. طبعا لو الانترسكشن ده اصلا مش موجود، يعني مفيش حته كومن تخلي الاثنين يحصلوا مع بعض يكونفرجوا مع بعض، نقول ان الزد ترانسفورم داز نوت اكزيست. وده اللي شفناه برضو في الاكزامبل بتاع التو سايدد سيكونس اللي عملناه في من كام محاضره فاتوا، ان كان في شرط لو حصل يخلي مفيش زد ترانسفورم، لان مفيش كومن ريجن في زد الدومين تخلي الاثنين سيكونسز يكونفرجوا. اوكي تمام، اي اسئلة يا شباب؟ لو في اسئلة وقفوني. ها تمام، البروبرتي اللي بعد كده دي بروبرتي مهمة قوي اسمها التايم شيفت. ايه التايم شيفت ديت؟ لو احنا عندنا سيكونس اكس اوف ان ونعرف الترانسفورم بتاعه اكس اوف زد، لو جينا عملنا شيفت للسيكونس في التايم دومين اكس اوف ان ناقص كي، ده معناه ان في الزد دومين هيبقى عندنا x of z زي ما هي، وهنضرب في z اس ناقص k، z اس ناقص الشيفت، يبقى x of n ناقص k تديك z اس ناقص k. يعني لما تشيفت ناحية اليمين تضرب في z اس ناقص الشيفت، لو هتشيفت ناحية الشمال تضرب في z اس زائد الشيفت. كويس، طب region of convergence اخبارها ايه؟ ال ROC الجديدة هي نفسها RX ما عدا لو كي اكبر من الصفر، يبقى احنا هنشفت يمين ولا شمال يا شباب؟ هنشفت يمين. طيب لما هنشفت يمين، فاكرين كنا عملنا ملاحظه كده في كام محاضره فاتوا ان اي سيجنال فيها سامبلز يمين الصفر بالظبط لازم نشيل من الار او سي زد تساوي صفر. فعشان كده بيقول لك ان انت لو هتشفت يمين لو كي اكبر من الصفر هتشيل الزد تساوي صفر من الار او سي، ولو الكي اصغر من الصفر يعني هتشفت شمال، يعني وارد ان في سامبلز تخش شمال الصفر، يبقى هنشيل ايه؟ هنشيل الماء نهائي. كويس، البروف يا فندم. عندي بس سؤال او استفسار يعني. اه اتفضل. انا عندي اكس ان بلس كي، هل ده ترانسفورم بتاعها بيبقى زد باور كي اكس اوف زد ماينس زد باور كي؟ لا 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 لا، خطوة خطوة. عندك x of n زائد 5 مثلا، مش كده؟ اوكي، يبقى الترانسفورم بتاعها z اس 5 في x of z، والباقي باقي ايه؟ هي مش بيبقى فيه لسه minus x power 5 x of 0 minus x power 4؟ لا لا، جبتيها منين؟ x of 1؟ لا جبتيها منين البروبرتي اهي؟ بتقول x of n ناقص k تدينا z اس ناقص k x of z. جبت بقيه التربات دي منين؟ معايا يعني التربات التانيه دي اصلها ايه او جبتيها منين؟ انا مش عارف. هو في حاجه شبه اللي انت بتقوليها ديت، لكن ده في اللابلاس ترانسفورم وفي خاصيه التفاضل. لو فاضلنا يبقى هعمل الديريفاتيف وهحط انيشال كونديشنز كذا واحد جنب بعض، لكن هنا مفيش تفاضل ومفيش مش لابلاس، يبقى حاجه تانية. هل كده جاوبتك ولا ايه؟ الو الو، خلينا نرجع للمحاضرة بتاعتنا. شايفين يا شباب كده؟ شايفين السلايد؟ اه يا دكتور. خلينا نعمل الاكزامبل ده مع بعض. عندنا سيكونس x of n هو u of n ناقص u of n ناقص n كابيتال. وخليني هنا احاول اعمله معاكم على السبورة ونشوف كده هنوصل لايه. فعندنا سيكونس ايه
x of m يساوي u. My laptop was dead. No. Sorry, laptop was dead. طيب الو ايوه معك سامعني؟ انا سامعك. انا بقول ان الزد ترانسفورم احنا بناخده في ماده ثانيه، فهو الدكتور لما قال لنا البروبرتي ديت قالها لنا كده ان هي بتتفك كده. لا اشرحي لي تاني ايه اللي بيتفك كده بالظبط، يعني لما يبقى اكس اوف ان ناقص كي يعني اكس مثلا اكس اوف ان بلس 3 تمام، فهي هتتفك z power 3 x of z minus z power 3 x of 0 minus x power 2 x of 1 x of 1 minus z power z بس x of 2 بس، ونقف لان z بقت power 1. لا ارجع للتكست بوك اللي احنا شغالين منه نبصي على البروبرتي مكتوبة ازاي، ورجعي للتكست بوك اللي مش شغالين منه في المادة التانية وبصي الدنيا عاملة ازاي، جايز الكونتكست مختلف، لكن انا للأمانة يمكن اول مرة اسمع اللي انت بتقولي ده، فرجعي للتكست بوك اللي احنا شغالين منه في المادة بتاعتنا وشوفي المعادلة عاملة ازاي، والتكست بوك اللي شغالين منه في المادة التانية ولو لقيتيه كده ابعتي لي قولي لي شكله عامل ازاي ابص عليه معاك. يبقى x of n ده الاكزامبل بتاعنا u of n ناقص u of n ناقص n كابيتال، فده لما نيجي نرسمه السيكونس ده يبقى عامل ازاي؟ ده يبدا من عند الصفر مش كده؟ واخر سامبل في مكانها فين دي يا شباب؟ Infinity؟ لا ده الـ U of N، لو U of N تبدأ من صفر في النهاية لكن هي U of N ناقص U of N ناقص N، يعني أكن في unit step تانية موجودة عند الـ N capital ومكملة لحد النهاية مش كده؟ فيطلع هنا إن آخر sample موجودة هي N ناقص واحد صح كده؟ ويبقى الـ sequence ده هو عبارة عن 1 موجودة من صفر لحد n ناقص واحد. طيب عايزين نحسب الـ z transform x of z، فخلينا نحسبه مرتين، مرة باستخدام الـ definition اللي احنا أخدناه ومرة باستخدام الـ properties. باستخدام الـ definition هو summation من ناقص ما نهاية ما نهاية x of n z أس ناقص n، ف من ناقص ما ينهاية لحد ناقص واحد السيجنال بصفر، ومن n لحد ما ينهاية السيجنال بصفر، فهيبقى السميشن بتاعنا من صفر لحد n ناقص واحد بتاع x of n اللي هي قيمتها بواحد في z أس ناقص n. فالسميشن ده احنا كنا اخدناه قبل كده من ضمن الحاجات المشهورة، كان بيساوي كام السميشن ده؟ تحت واحد ناقص زد أس ناقص واحد، وفوق يبقى كام؟ واحد ناقص زد أس ناقص واحد أس الرقم ده زائد واحد يعني أس ناقص ان كابيتال مش كده؟ طيب وبالنسبة لريجن اوف كونفرجنس تبقى عاملة ازاي؟ region of convergence بما ان دوت finite duration sequence فتبقى region of convergence بتاعتنا كل ال z domain ما عدا الصفر، ان هو sequence كله ناحية اليمين فالصفر هو اللي يعمل المشكلة. ودي كده اول طريقة عشان نحل السؤال دوت ان احنا نطبق ال definition. ايه الطريقة التانية؟ ان احنا نستخدم البروبرتيز. ايه البروبرتيز؟ اول حاجة هنطبق اللينياريتي. اللينياريتي بتقول ان احنا لو عندنا سيكونسز مجموعة او مطروحة من بعض فانا اقدر احسب الترانسفورم بتاع كل سيكونس لوحده واجمعهم او اطرحهم بعد كده. فاول خطوة لو جبنا ترانسفورم يو اوف ان لوحدها
فبكام ترانسفورم يو اوف ان يا شباب؟ ترانسفورم يو اوف ان هو واحد على واحد ناقص زد اس ناقص واحد، مش كده؟ ده من الجدول اللي احنا خدناه قبل كده، يبقى واحد على واحد ناقص زد اس ناقص واحد. طيب بعد كده U of N ناقص N capital، يبقى هنا نطبق ايه؟ هنطبق التايم شيفت بروبرتي. فالتايم شيفت بروبرتي بتقول لو احنا نعرف سيجنال والترانسفورم بتاعها، لما نعمل شيفت في التايم دومين يبقى هناخد الترانسفورم وهو هو ايه، بس هنعمل فيه ايه يا شباب؟ هيتضرب في زد أس ناقص الشيفت، فبالتالي هنا هضرب في زد أس كام؟ أس ناقص إن كابيتال، كويس؟ يبقى ده الترانسفورم بتاعنا. طيب وبعد كده احنا عندنا السيجنال دي ناقص السيجنال دي، يبقى ترانسفورم هيبقى ده ناقص ده. فلو طرحناهم من بعض هنوحد مقامات، يبقى واحد ناقص زد أس ناقص واحد، وهيطلع واحد ناقص زد أس ناقص إن، اللي هو نفس الإكسبريشن اللي كان طلع معانا من الحل باستخدام الديفينيشن. طيب إيه أخبار region of convergence؟ الـ ROC للإكسبريشن الأولاني دوت هي إن موديل الزد أكبر من واحد، مش كده؟ وهنا كمان الـ ROC المفروض ان هي موديل الزد اكبر من الواحد. يبقى المفروض الـ ROC الجديدة عاملة ازاي؟ هي الـ intersection بتاعهم، اللي هي موديل الزد اكبر من الواحد. ويجي هنا حاجة ممكن تلخبطنا شوية، ايه اللي لخبطنا؟ ان هنا الـ ROC اللي طالعه من الحل الاولاني مختلفه شويه عن الـ ROC طالعه من الحل التاني. مختلفه ولا مش مختلفه؟ خلينا نشوف. لو تفتكروا في البروبرتي بتاعت اللينياريتي كنا بنقول ان الـ ROC الجديده هي contains الـ intersection، يعني المفروض هنا اقول ان الـ ROC contains contains اللي هي الموديل الزد اكبر من واحد، يعني at least موديل الزد اكبر من الواحد، وبالتالي ما فيش تناقض ما بين ال R و C اللي فوق اللي تحت. بمعنى فعلا ال R و C اللي هي كل الزد ما عدا الصفر دي تحتوي على موديل الزد اكبر من الواحد، فهي contains ال intersection بتاعنا، وبالتالي ما فيش تناقض ما بين ال 2 ROCs، لكن الاثنين بيكملوا بعض. فانا بقى واخد بالي انا وبحل تحت باللينياريتي ان السيكونس الجديد بقى فاينايت ديوريشن، فبالتالي يبقى الكورسبوندنج ROC كل الزد ما عدا الصفر بس. طيب ده اللي احنا عملناه هنا اوريدي موجود في السلايدز، فادي اول مره دكتور ما فهمتش غير حته بصراحه، هي حته ال ROC اللي هي ROC. كويس، بص البروبرتي بتقول ايه بتاعت اللينياريتي؟ بص كده معايا، بتقول ان ال ROC الجديده contains الانترسكشن، صح كده؟ كويس، ارجع معايا هنا الوايت بورد بتاعتهم دي سيئه جدا. طيب كان عندنا في اتنين ROC، اول ROC طلعت لنا ان كل الزد ما عدا الصفر، صح كده؟ صح. كويس، وال ROC الثانية كانت موديل الزد أكبر من الواحد. فلو دققت هتلاقي إن ال ROC الجديدة اللي هي المفروض إن موديل اللي هي كل الزد ما عدا الصفر، اللي هي كل الزد دومين ما عدا الصفر، دي already includes أو contains الموديل الزد أكبر من واحد. أيوه. بس فما فيش تناقض، هو ال property قالت it contains the intersection. فده حصل فعلا. أيوة مفيش تناقض، بس انا لو كتبت اللي هو اكبر من واحد هتحسب غلط ولا هتحسب incomplete ولا هتحسب ايه؟
هتتحسب يعني مظبوطه، بس انت المفروض تبقى واخد بالك ان السيكونس بقى ليه فاينايت ديوريشن، واحنا اتعلمنا ان اي فاينايت ديوريشن سيكونس ليه ار او سي كل زد دومين ما عدا الصفر اول ما ينهي او الاثنين على حسب السامبلز يمين ولا شمال الصفر. فيو نيد تو كومباين النولج اللي عندك اللي اتعلمتها طول الكورس. ما احنا اتعلمنا ان لو السيكونس بتاعنا ليه فاينايت ديوريشن ويمين الصفر هنشيل الصفر، شمال الصفر هنشيل ما ينهي، يمين وشمال هنشيل الاثنين. ولو هو infinite duration يبقى زي ما تعلمنا modulus زد أكبر من modulus A أو أصغر من modulus A على حسب left sided ولا right sided. ماشي. تمام. انتوا كده شايفين الصبورة ولا شايفين ايه؟ لا احنا كده شايفين يا سمين. كويس. طيب خلينا نرجع تاني كده للسلايدز. طيب. يبقى كده شفنا اول two property. الاكزامبل ده خلاص عملناه. لو عملناه باستخدام الديفينيشن يطلع الاكسبريشن عامل كده. ولو عملناه باستخدام البروبرتي يطلع عامل كده. والار او سي كونتينز المودولات زد اكبر من واحد اللي هو الانترسكشن بتاع التو ار او سيز. طيب البروبرتي رقم 3 هي الكونفوليوشن بروبرتي. يمكن سمعنا في اللابلاس ترانسفورم قبل كده على البروبرتي مشابهه. اتعلمنا ان احنا لما نعمل كونفوليوشن في التايم دومين يطلع في اللابلاس في الاس دومين يطلع ايه؟ مالتيبليكيشن، صح كده؟ نفس الموضوع في الزد ترانسفورم، لما نعمل convolution لتو sequences في التايم دومين ده equivalent ان انا اعمل لهم multiplication في الزد دومين. والار او سي الجديده هي برضو contains الانترسكشن بتاع rx1 ورx2، وcontains الانترسكشن تاني لان وارد ان لما اضرب x1 of z في x2 of z يحصل pool zero cancellation، ف بول تختفي. فلو بول اختفت الـ ROC توسع فيبقى الـ ROC تكبر شوية. كويس. البروف ملاش دعوة بي. خلينا نشوف الاكزامبل ده مع بعض. عندك سيجنال X1 of N عبارة عن إمبلس عند الصفر دلتا of N وإمبلس عند الاثنين قيمتها 2 دلتا of N ناقص 2، وسيجنال تانية عبارة عن إمبلس عند الصفر قيمتها بواحد، وعند الواحد قيمتها بأربعة، وعند الاثنين قيمتها باثنين، وعند الثلاثة قيمتها بثلاثة، مش كده؟ طيب. وعايزين نحسب الconvolution بتاع x1 of n و x2 of n. نعمل ده ازاي؟ هنعمله مرتين. اول مرة نعمله convolution عادي، والمرة الثانية نعمله بالزد transform ونشوف لو النتيجتين يساووا بعض. طيب بنعمل ازاي الكونفوليوشن بالماتريكس لو تفتكروا ما شرحنا في اول الترم خالص؟ هنختار السيجنال هنخليها زي ما هي وهنحطها في الكولوم فيكتور دوت. فانا اخترت ان انا اخلي x1 of n هي زي ما هي واكتب 1 و0 و2 ادي السيجنال بتاعتي. جه منين الصفر لحد يعرف؟ الترم الـ n-1 بالظبط، لان السيجنال x1 دلتا n ناقص 1 مش موجوده فاكنها قصادها صفر يعني. كويس. واضح من هنا ان السيكونس ده طوله 3 سامبلز. طيب السيكونس الثاني طوله قد ايه؟ سامبل 2 3 4 سامبلز. يبقى سيكونس طوله 4 مع سيكونس طوله 3 يبقى متوقعين الاول طوله قد ايه؟ 4 زائد 3 ناقص 1 يعني يطلعوا 6. عشان كده الماتريكس دي هتبقى 6 في 3. ونكتب السيجنال الثاني اللي هي 1 4 2 3 اهي، ونكمل الصفار ونشفت خطوه لتحت، شفت خطوه لتحت. لو ضربنا التو ماتريكس الماتريكس في الفيكتور هيطلع 1 4 4 11 4 6، يطلع ادي المنظر بتاع الواي اوف ان بعد الكونفوليوشن. طيب لو عملنا الموضوع دوت باستخدام زد ترانسفورم يعني ايه؟ يعني انا عندي x1 of n بعمل لها convolution مع x2 of n. طب ما ده equivalent ان اخد x1 of z واضربها في x2 of z. فلو حسبنا x1 of z تطلع عامله ازاي؟ دلتا of n تديك 1 زائد 2 z اس ناقص 2، مش كده؟ و x2 of n تبقى ايه؟ 1 زائد 4 z اس ناقص 1 زائد 2 z اس ناقص 2 زائد 3 z اس ناقص 3 اللي هم من المنظر ده.
دول لو اتضربوا في بعض هيطلع المنظر عامل كده، لو فكناهم يعني يطلع عامل كده. طيب فده المفروض ان زد ترانسفورم بتاع واي في ان، يبقى واي في ان عامله ازاي؟ المفروض الانفرس بتاع واحد يطلع ايه؟ دلتا اوف ان، ده 4 دلتا ان ناقص 1، ده 4 دلتا ان ناقص 2، ده 11 دلتا ان ناقص 3، وده 4 دلتا ان ناقص 4، و6 دلتا ان ناقص 5، اللي هو نفس اللي طلع لنا بالظبط من الكونفوليوشن هنا. كويس؟ فالاكزامبل ده بس سهل خالص، الهدف ان احنا بس نفيرفاي البروبرتي بتاعت الكونفوليوشن. فالبروبرتي ببساطه بتقول لو عملنا كونفوليوشن في التايم يحصل قصاده ملتيبليكيشن في الزد دومين، ووارد ان يكون الكونفوليوشن في التايم هو السكه الاسهل فنعملها، او وارد اني اروح الزد دومين واضرب واعمل انفرس ترانسفورم، هو السكه الاسهل على حسب الدنيا عامله ازاي. تمام، اي اسئله يا شباب؟ تمام. طيب البروبرتي رقم 4 اللي هي المالتيبليكيشن باي ان اكسبوننشال سيكونس، يعني ايه؟ يعني برضو هنبدا ان احنا عندنا سيكونس اكس اوف ان وعارفين الترانسفورم بتاعه x of z والr و c بتاعته rx. لو ضربنا sequence x of n في comp في exponential a أس n، يبقى transform بتاع a أس n x of n هو نفس ال x of z القديمة، بس هنبدل كل z بزد على a، هنبدل كل z بزد على a. وكمان في region of convergence، يعني لو كانت ال ROC مثلا ان موديل الزد اكبر من 3 مثلا، فتبقى ال ROC الجديدة ان موديل الزد على A اكبر من 3، يعني موديل الزد اكبر من 3 A. بمعنى اخر ال ROC يحصل لها ايه؟ يحصل لها scaling بفاكتور موديل A. كويس، ده معناه يعني ده ال X of Z over A دي معناها يا expansion يا shrinking للزد دومين، ان انا هاخد كل زد هقسمها على ايه؟ let's say هقسمها على 2، عملت ايه؟ عملت shrinking للزد دومين، وبالتالي مكان البولز والزيروز يحصل له ايه؟ هيتغير، انك خدت كل قيم زد قسمتها على ايه؟ ووارد كمان يحصل rotation للزد دومين. تفتكر يحصل امتى rotation دوت؟ يحصل الروتيشن لو ال A دي كانت كومبلكس، يعني لو ال A كانت ب J مثلا، لما اقسم على J كل الزد دومين هيلف 90 درجة. لو قسمت على J هتلاقي كل الزد دومين لف 90 درجة، فكل البولز والزيروز وكل حاجة لفت ايه؟ 90 درجة، فحصل كمان روتيشن. البروف ملناش دعوة بيه، بس خليني الاول قبل ما اسيب الحته ديت اتاكد انتوا فاهمين الكلام بشكل واضح. يبقى لما حاضر اتفضلي اتفضلي. دلوقتي لو x of n مضروبه في اي حاجه اخليها in form of a power n؟ لا مش اي حاجه، يعني لو هي مضروبه في حاجه شكلها كده a اس n u a اس n، يبقى ده هيكورسبوند ان ال x of z ب x of z على ايه؟ يعني قصدي لما اتضربت في a، لو ايه طيب. ايه ده كونستنت ما فيهوش ان ما فيهوش تايم، فده كونستنت ما خليهاش 2 باور 3 ويبقى انا عندي الاي ب 2. حتى لو 2 باور 3 بس هيبقى 2 كونستنت وال 3 كونستنت، ما هياش 2 تو ذا باور ان. يعني انت اوكي لازم يبقى ان. اوكي سوري، ان هو تايم، لازم يبقى كونستنت تو ذا باور ان، ان ده تايم. تمام اوكي. البروبرتي اللي بعد كده التفاضل في الزد دومين، البروبرتي بتقول لو ضربنا في التايم دومين في ان، يعني x of n اتضربت في ان، ده معناه ان هاجي في الزد دومين هفاضل بالنسبه للزد وهضرب في ناقص زد. ال r و c تقعد زي ما هي، والبروف ملناش دعوه بيه. طيب اكزامبل، عندك سيجنال x of n بتساوي n a اس n u اوف n. اللي كان نحاول نحله مع بعض هنا ونشوف.
تمام. طيب فاحنا عندنا n a اس n u اوف n. فخلينا نحل المسألة دي مرتين. اول مرة يعني كده x اوف n اول مرة نحل باستخدام الديفينيشن، يبقى x اوف z هتساوي summation من ناقص ما نهاية ما نهاية، وبسبب ال u of n هيبقى summation من صفر لحد ما نهاية بتاع n a أس n من z أس ناقص n، فهيبقى عندنا a z أس ناقص واحد الكل أس n. summation ده كان من summations المشهورة اللي احنا المفروض عارفينها، وكان بيطلع تحت واحد ناقص a z أس ناقص واحد الكل squared، وفوق بيطلع a z أس ناقص واحد، والr و c ان modulus z اكبر من modulus a. السميشن ده كنا اخدناه في اول كام محاضرة، اللي هو كان n r أس n، يوم بيطلع r على واحد ناقص r الكل squared. فده لو حليناه باستخدام الديفينيشن العادي، لكن نقدر كمان نحله باستخدام البروبرتي. ازاي؟ انا اعرف ان a اس n u اوف n الترانسفورم بتاعها واحد على واحد ناقص a z اس ناقص واحد ومودولس z أكبر من modulus a. يبقى البروبرتي بتقول لو ضربنا في n في التايم دومين ايه اللي يحصل؟ لو ضربنا في n يبقى هنضرب في z دومين في ناقص z ونفاضل، مش كده؟ يبقى هنا هضرب في ناقص z وهفاضل الكلام ده بالنسبة ل z. التفاضل ده يبقى عامل ازاي؟ هتلاقي المقام يبقى سكوير مش كده، وبعد كده تفاضل اللي فوق بصفر في اللي تحت ناقص تفاضل اللي تحت في اللي فوق. تفاضل اللي تحت بالنسبة لزد هيبقى زائد زد أس ناقص واحد، يبقى هتنزل الباور ترجع تاني ناقص. وهتبقى زد أس ناقص اتنين. فهتلاقي ايه اللي يحصل دلوقتي؟ هتلاقي الناقص دي هتلغي الناقص دي، والزد دي هتلغي الباور تخليها ناقص واحد، فيرجع ايه زد ناقص واحد بالظبط زي الاكسبريشن ده. وبرضو الار اس في هي مودل الزد اكبر من مودل السيد. فده كده هنحل الاكزامبل مرتين، اول مره هنا باستخدام السميشن اللي احنا عارفينه، والمره الثانيه باستخدام الديفرنشيشن بروبرتي ان احنا عارفين ايه اس ان يو اوف ان. بعد كده لما ضربنا في ان يبقى هنفاضل، ولما فاضلنا يطلع المنظر عامل كده. اي اسئله يا شباب؟ تمام. طيب let's move on. دلوقتي البروبرتي بعد كده هي الكونجيجيشن اوف ا كومبلكس سيكونس. يعني لو احنا نعرف x اوف n ونعرف الترانسفورم بتاعه x اوف z، و x اوف n كان كومبلكس سيكونس، فلو خدنا كونجيجيت في التايم دومين، خدنا x كونجيجيت اوف n، ده هيكورسبوند لحاجتين هيتعاملوا في z دومين. اول حاجه x اوف z هنبدل كل z بz كونجيجيت، وبعد كده اخد كونجيجيت للفانكشن كلها على بعض تاني. يبقى لو عملنا كونجيجيت في التايم دومين للسيكونس x اوف n، ده هيكورسبوند ان انا هاخد x اوف z هبدل كل z بz كونجيجيت، وكمان هاخد كونجيجيت للفانكشن كلها على بعض. ال r و c تقعد زي ما هي، البروف ملناش دعوه بيه دلوقتي. التايم ريفرسال، لو عندنا سيكونس x اوف n
والترانسفورم بتاعه اكس اوف زد. لو قلنا ايه اتفضلي ماشي ممكن حاجة تدينا اكزامبل للكونجكت. ماشي اوكي خلينا نعمل كده اكزامبل مع بعض على موضوع الكونجكت. تخيلوا معايا ان في سيكونس عندنا x of n بيساوي g على 2 اس n u of n. فده احنا نعرف نجيب له الترانسفورم بتاعه على طول، هيبقى واحد على واحد ناقص جي على اتنين زد اسه ناقص واحد. والار او سي ان مودولس زد اكبر من مودولس جي على اتنين، اللي هي مودولس زد اكبر من نص يعني. طيب لو جينا اخدنا x conjugate of n، x conjugate of n ده يبقى عامل ازاي؟ هيبقى ناقص g على 2 اس n u of n، على اعتبار ان احنا حطينا اشارة جنب g، وبالتالي الترانسفورم بتاعه نعرف نحسبه بطريقتين. اول طريقه باستخدام الديفينيشن اللي احنا عارفينه، فيطلع واحد على واحد زائد جي على اتنين زد اس ناقص واحد، والار او سي ان مودولس زد اكبر من مودولس ناقص جي على اتنين. أو نطبق البروبرتي. لو طبقنا البروبرتي إيه اللي يحصل؟ البروبرتي بتقول لو إحنا السيكونس x of n عارفينه وعارفين الترانسفورم بتاعه، يبقى x conjugate of n هنعمل حاجتين، هنمسك هنا كل z ونبدلها بz conjugate. فيبقى أول خطوة هاخد ده كده بال ROC بتاعته، وهبدل كل z فيه بz conjugate، يبقى واحد على واحد ناقص جي على اتنين في زد كونجيت دي جي عشان يبان اس ناقص واحد. والار او سي ان مودولس زد كونجيت اكبر من مودولس جي على اتنين اللي هي اكبر من نص. وبعد كده هاخد كونجوجيت للفانكشن كلها على بعض، ما هو البروبرتي بتقول هنبدل كل زد بزد كونجوجيت وهاخد كونجوجيت للفانكشن كلها مع بعض. فده معناه ان المنظر بقى عامل كده، يعني لو اخدنا ده يبقى عامل كده، كونجوجيت الواحد بواحد وده كله بتاعه بواحد. هنا الجي لما اخد لها كونجوجيت تبقى ايه؟ تبقى زائد جي على اتنين، وزد كونجوجيت لما اخد لها كونجوجيت ترجع زد زي ما هي زد اس ناقص واحد، اللي هو نفس الحل اللي طلع من الاكسبريشن او من الشكل اللي احنا عارفينه. فالبروبرتي ببساطه بتقول لو عملنا كونجوجيت في التايم دومين يبقى هناخد اكس اوف زد اللي احنا عارفين نعمل فيها حاجتين، هنبدل كل زد بزد كونجوجيت ناخد كونجوجيت للفانكشن كلها على بعض. تمام كده؟ هل واضحة يا شباب؟ تمام شكرا لك. تمام. البروبرتي اللي بعد كده بتقول لو احنا عندنا سيكونس x of n عارفينه وعارفين الترانسفورم بتاعه x of z،
يبقى لو أخذنا x of ناقص n عملنا time reversal ده معناه إن أنا هاخد في الزد دومين هبدل كل زد بواحد على زد وحتى ال r و c هبدل فيها كمان الزد بإيه بواحد على زد يعني مثلا لو كانت ال r و c إن مودل الزد أكبر من 2 هتبقى ال r و c جديدة مودلس واحد على زد أكبر من 2 بمعنى آخر تبقى مودلس زد أصغر من 2 تبقى اتعكست أصغر من نص يعني تبقى اتعكست عشان كده نقول ان ار او سي تبقى ايه تبقى inverted ار او سي كويس البروف ملناش دعوه بيه طيب الانيشال فاليو ثيوريم برضو ملناش دعوه بيها فسلايد 56 انسوها ملناش دعوه بيها كويس وكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع البروبرتيز بتاعه الزد ترانسفورم وده كان الجزء اللي كفرد المفروض الاسبوع اللي فات بإذن ربنا محاضرة الأسبوع ده اللي هحطها بقى على المايكروسوفت ستريم هتبدأ من أول سلايد 57 اللي هي السيستم فانكشن اوف ال LTI سيستم طيب خليني كده أوقف الريكوردينج ألو معايا يا شباب أيوة دكتور تمام طيب فاحنا كده هستوب الريكورد